مصلحة، من لهم مصلحة زين عامر في هذا؟ أنا أقول لك من لهم مصلحة، الناس اللي عندها مصلحة اليوم هم الناس الذين يريدون يعني مغادرة جمال بلماضي للمنتخب الوطني، هم الناس الذين يريدون أن يعني كما نقول إحنا يعني إيفلكوت كوكود بيرسوادي لوبينيون بيبليك أن جمال بلماضي مفلس تكتيكيا، أن جمال بلماضي عنده خلافات مع اللاعبين. اليوم كاين يعني فئة ومعروفة هذه الفئة حبت يعني أن جمال بلماضي غادر المنتخب الوطني. لو قدر الله أن المنتخب الوطني ما يكونش عنده نتائج، هاد الناس يعني يعودوا يبانوا وحدهم. ولكن اليوم أنا نظن هذا الرجل لا يعني لازم نخلوه يعمل، لأن اليوم المنتخب الوطني يستحق يعني استقرار، ويستحق خاصة يعني خاصة في هذه الفترة، فترة التحضيرات هذه العشرة أيام، يستحق يعني الهدوء. وهاد الناس يعني حبوا كي شافوا أن المجموعة جات مكتملة، المجموعة تقريبا يعني جات بجدية وجات بعزيمة، كاين حب الناس حبت يعني تدخل الشكوك ولا تدخل يعني نوع من الأزمة. لأن إذا تذكر في الكان الماضية تقريبا الفريق الوطني كان مشتت بعد الفوز بكأس العرب، إصابات بالجملة خاصة يعني اللاعبين اللي كانوا مصابين بداء كورونا، يعني التحضيرات لم تكن على ما يرام. اليوم تقريبا نفس المواصفات لتحضيرات كان 2019 لما مشينا إلى الدوحة، نفس يعني كما نقول إحنا لمام كليما، يعني تقريبا كنا في أجواء رائعة. اليوم أنا نقول بلومي كل شيء على ما يرام. اليوم لازم نخلو اللاعبين والناخب وكل طاقم الفني الهدوء يعمل. صحيح. وإحنا بعد الكان يعني وبعد انتهاء الكان يعني هنا نتحدثوا على يعني على البيلون، شكرا. ثم نقدروا نقولوا إذا يعني الناخب والمنتخب نجحوا أو لا.